لا تنفع الشفاعة، أي عنده، إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا، كقوله من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وقال ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. وقال ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. وقال يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن. وقال صوابا، هذه الآيات ذكرها الإمام ابن كثير عليه رحمة الله تأييدا للمعنى الذي في هذه الآية في إثبات الشفاعة. ومن رد الشفاعة بعد هذه الأدلة إنما يردها بالعناد لا بالعلم، وكلامهم في رد الشفاعة خال من المادة العلمية. نعم، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعني بإذنه يشفع. مثلا أقول من الذي سيخرج من هذا الباب إلا بإذني، معنى بإذني يخرج. فإذا كنت أقول ما أحد يخرج من الباب إلا بإذني وما سأذن لأحد، معنى أنني أستهزئ بعقول السامعين. كيف تقول لا أحد يخرج إلا بإذنك وما تأذن لأحد؟ قل ما أنا بأذن لأحد من البداية. فعندما آيات عدة يقرر فيها أن الشفاعة بإذنه، معنى أنها موجودة، معنى ارحمك الله معناه أنها ثابتة. نعم، والله عز وجل يعلم أحوال عباده، فأحوال العباد لا تنحصر، فهناك عاصي منكسر النفس ويعلم أنه مذنب فيتداركه الله من العذاب قبل الدخول أو بعده بشفاعة الشافعين، شفعوا له فأذن الله لهم. ومنهم من يمكث في النار قليلا، ومنهم من يمكث كثيرا وتدركهم شفاعة الشافعين، يحصل هذا. فالله عز وجل أعلم بأحوال عباده، شدة قلوبهم على المعاصي وجرأتهم على عصيان الله عز وجل، فبعض القلوب قاسية وأصحابها استوجبوا العذاب، فمكانه في جهنم وبقاؤه أطول ممن ليس على وصفه. نعم، ومنهم
من تحصل له الشفاعة قبل دخول نار جهنم. المهم الآيات تثبت الشفاعة، وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. يعني من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى تتم الشفاعة. وقوله ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، يعني من ارتضى الله أن يشفع له شفع. نعم، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، يعني أن من أذن له تنفع الشفاعة له عند الله عز وجل إلى آخره. فهذا ظاهر في إثبات الشفاعة. أيضا كما ذكرنا غير مرة، ماذا يقول المسلمون بعد الأذان؟ يسألون الله عز وجل أن يهب الوسيلة لمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من قال مثل ما يقول المؤذن ثم سأل الله لي الوسيلة حلت له شفاعتي، حلت له شفاعتي. هذا شائك عليهم، إما أن يأتي بهذا الدعاء فهو ملزم بقبول الشفاعة والاعتراف بها، وإما أن يصر على أنه يقول لا شفاعة فيلزمه أن يترك هذا الدعاء، لأنه حديث واحد ارتبط أوله بآخره، أوله في الدعاء بالوسيلة وآخره في إثبات الشفاعة. فعندما يقول الإنسان أنا لا أقر بشفاعة ويأتي بهذا الدعاء، نقول له أنت متناقض، أنت متناقض. كيف نقول له إنه يعني ليس هناك شفاعة وهو يأتي بالدعاء بعد كل أذان؟ قال: وفي الصحيحين من غير وجه عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو سيد ولد آدم وأكرم الخلائق على الله عز وجل، أنه قال: آتي تحت العرش فأخر لله ساجدا ويفتح علي بمحامد لا أحصيها الآن. لا أحصيها بمعنى لا أستطيع أن أذكرها الآن. يلهمه الله الحمد ذلك في وقته. قال: فيدعني، أي ساجدا، ما شاء الله أن يدعني، ثم يقول: يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع واشفع تشفع، فيحد لي حدا فأدخلهم الجنة ثم أعود. فذكر أربع مرات، فذكر أربع مرات، قال: فذكر أربع مرات صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر الأنبياء. الأسانيد التي بها نقلت الصلاة والزكاة والحج والصيام، والأسانيد التي بها نقلت الأدلة في بر الوالدين وفي حقوق الجار وصلة الأرحم وغيرها، هي الأسانيد التي نقلت بها أدلة الشفاعة. الكتب التي روت أحاديث شعائر الدين هي الكتب التي روت أدلة الشفاعة. فلماذا نقبل الأدلة في جانب ولا نقبلها في جانب آخر؟ والسند الواحد
أو نظيره نصحح به قضية ولا نقبل به قضية أخرى. لما رفعت قضية إلى المحكمة، ادعى فلان على فلان ب100,000، أنكر المدعى عليه، قيل للمدعي من شهودك؟ قال فلان وفلان، أثبتت المحكمة شهادتهم لأنهم عدول وثبت الحق على فلان. هنا ادعى فلان على فلان أنه ضربه وأنكر المدعى عليه، فقيل للمدعي من شهودك؟ قال فلان وفلان، نفسهم الأولون. فعندما جاءوا يشهدون قالوا شهادتكم مردودة. على أي مبنى؟ على أي طريقة ردت شهادتهم المرة الثانية؟ لماذا قبلت شهادتهم في القضية الأولى وما قبلت شهادتهم في القضية الثانية؟ هذا مثل قضيتنا، قبلت تلك الأسانيد والرواة والمحدثون والأئمة قبلوا في هذه القضية في قضايا عامة الدين، وعندما جئنا للشفاعة وعذاب القبر والصراط والميزان وكذا لم نقبل تلك النصوص مع أنها بنفس الأسانيد أو بمثلها، فلماذا قبلت هنا ولم تقبل هنا؟ ألا ترون أنه نقاش لا يتمشى مع القواعد العلمية؟ هذا هو الحاصل. قال رحمه الله تعالى: وفي الحديث أيضا يقول الله تعالى: أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال حبة من إيمان فيخرجون خلقا كثيرا. ثم يقول: أخرجوا من كان في قلبه نصف مثقال من إيمان. أخرجوا من النار من كان في قلبه ما يزن ذرة، من كان في قلبه أدنى مثقال ذرة من إيمان. الحديث، وكلا الحديثين في صحيح البخاري ومسلم. خيراً